أنا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة البجاحة اللي أنت فيها دي. جاي تقول إيه بعد ما سمعت كل حاجة بوداني؟ جاي طالب السماح. والله عايز نسامحك على إيه؟ على إنك كنت هتدخلني السجن؟ ولا إنك لفقت لي قضية مخدرات وكنت هتقضي على مستقبلي كله؟ لا أنا هسامحك علشان كنت بتتجسس لي على جلساتي مع سمر. أنت مصدق نفسك؟ أنا عملت كل ده علشان بحبك. أنا مش مصدقك. أنت بجد مجنون. آه مجنون. مش محتاج أقولك طبعاً أنا مجنون بمين؟ مجنون بيكي. أظن ده واضح في كل كلمة وكل نظرة مني ليكي. أنا بس بشوف الحاجات غير ما الناس بتشوفها. عيني أوسع فبشوف الصورة كاملة. يعني مثلا يوم خروج رحيم من السجن شفت إنك رجعتيها. شفتها أول ما سمعت الخبر. وشفتها أول أنت ما عرفتي، شفتها في عينك. عشان كده قلت لازم أتصرف. لازم ألحق الإنسانة الوحيدة في الدنيا دي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. تقوم بلفق لقضية مخدرات. عندك حق. أنا زودتها المرة دي. بس أنا عملت كل ده علشان بحبك. من كتر حب ليكي عايزك تبقى ليا أنا. مش لرحيم، مش لأي حد، ليا أنا بس. كان نفسي أشوف نفسي في عينيكي فارس الأحلام اللي بيحقق لك كل حاجة. بص لها كده من الناحية دي هتلاقي رومانسية خالص. أنت 100% مجنون. أنت سامع نفسك بتقول إيه؟ أنت عايز تجنني؟ ماليا، أعمل إيه علشان تحبيني؟ حتى في عز ما زفت رحيم كان في السجن كنت دايما بحس انك معاه هو مش معايا انا. انا داليا انت عمرك ما هتحسي بعذاب بني ادم بيحب حد وهو ما بيحبهوش. وانا مش بس بحبك، انا بعشقك. كنت دايما اقول لنفسي اصبر يا عمده، اصبر هتحبك، اكيد هتحبك في يوم من الايام، اصبر. عماد انا النهارده كنت عند المحامي ورفعت قضيه خلع. لا ما انا مش هسمح لك ترجع الرحيم تاني ابدا. ما انا مش هرجع له. انا مش لا اشوف وشك ولا اشوف وشه. انا مش بتاعت حد. طيب ايه رايك تدينا فرصه نكمل حياتنا؟ عماد الكلام خلص. انا مش عايزه اشوف وشك تاني. داليا بس انا مش هقدر ابطل احبك. تبقى دي مشكلتك. تبقي ما فهمتنيش يا داليا. تبقي ما فهمتنيش. علشان كده هتبقى مشكلتك انت. نفسي هفتني على كوباية شاي ميري قلت لي اشربها معاك. ايه اللي جابك يا رحيم؟ اقول لك واحنا بنشرب الشاي، انت خلصت قصات الشقة دي ولا لسه؟ لو جاي عشان تعطل وقتي باب الشقة لسه مفتوح، اطلع برا. ما تفهمنيش غلط علشان افهمك صح. وعارف انك انت طول عمرك عادل ومالكش في الشمال. عايز يا رحيم؟ سبت الملف بتاعي ليه؟ وانت عرفت منين؟ داليا لما جات لك
انت بنفسك قلت لها انك سبت الملف. معلومه زي دي ما تخرجش من عندك بالسهوله دي الا لو كان غرضك انها توصلني، مش كده برضه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ برضه ما جاوبتش على سؤالي. اسال حبايبك في الوزاره. للاسف كل حبايبي اللي في الوزاره لسه ما خرجوش من السجون. حلو، انت بقى خرجت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما اعرفش. مش على اي كلام ده رحيم. صدقني انا جاي لك عشان افهم. انا اصلا مش فاهم حاجه. حلو، ما تجيب اللي عندك وانا احط اللي عندي ونفهم سوا. ما ينفعش، مش انا اللي احط ايده في ايد واحد زيك. يا احمد باشا افهمني، العقل بيقول ان انا وانت عمرنا ما نكون في صف واحد، واللي بيحصل من يوم خروجي من السجن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ملوش دعوه ولا بعقل ولا بمنطق. علشان كده تعالى نقعد ونتكلم وتقول اللي عندك واقول اللي عندي، يمكن نفهم، ولما نفهم ارجعك السجن تاني. اهو مثلا ايه؟ مش هنشرب الشاي بقى؟ عيني، انا عارفه ان هو زمانه شايط دلوقتي، بس انت لازم تهديه. فاهمه ان ده صعب بس شغل شغل. اوكي يلا هكلمك تاني، باي باي. مشاكل في الشغل؟ العادي. بقولك ايه، انت كنت قايله ان انت بتاسسي مكتب لشركه اتصالات جديده في مصر، والشركه دي انا لما سالت عليها لقيتها قفلت، وانت عمرك ما كنت شغاله فيها. ده انت مذاكر قوي. اه ما هو لازم اذاكر البلد اللي انا رايح فيها. معلوماتك صح. بص يا سيدي، انا عندي مكتب استشاري للهيومن ريسورسز. يعني ايه؟ يعني اي شركه عايزه تاسس او تفتح فرع جديد لشركتها، تمام، بتخاطب المكتب بتاعي، بيعمل لها هيكل اداري وبيعين لها الخبراء اللي هي عايزاهم في المجال اللي هي طالباه. والشركه اللي انا كنت شغاله فيها في المانيا بتعيد فتح فرعها هنا في مصر. بس هي دي كل الحكايه. فهمت؟ فهمت. ما قلتيش صحيح، عملت ايه في السفاره؟ الفيزا طلعت. وسكت. مبروك. معنى كده ان احنا في خلال يومين ثلاثه بالكتير قوي هنبقى في المانيا ان شاء الله. كويس. هو ايه ده اللي كويس؟ انا قلت انت هتبقى طاير من الفرح ومبسوط اكتر من كده. انا مبسوط اهو. رحت فين؟ لا ده انا لسه هروح. هتروح فين؟ هودع الناس اللي بحبهم. كل اللي انت بتقوله ده يودي لسكه واحده، اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. انت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجه عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ اه انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هجيلك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضيه. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك. كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب. عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده. وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خدت الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع الثلاث محاسبين اللي كانوا شغالين معايا، وطلع في الاخر معهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده عشان تداري على موضوع السرقة. هقتل ثلاثة وأنا جوه السجن؟ على الأقل كنت حميت أهلي وفلوسي بدل السرقة اللي حصلت فيهم. أنا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، أمانة تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمة من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك القدامى. ده حد وقعت المعلومة قدامه وعايز ياخد فلوس لنفسه. والحد ده من عندكم؟ خدني على قد عقلي يا احمد بيه. واحد بيقول انه انتحر، والتاني
خبطته عربية، والتالت اختفى. وبعد ما اختفى لقوا في إيميلاته رسائل تهديد وورقة من الورقة اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في إيده يحول جريمة قتل لحادثة انتحار؟ ومين كمان اللي في إيده يقبض عليا ويسجني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحة على البحر؟ يوم ما أخرج تجيلي رسائل تهديد على موبايلي كأنها كانت خطة مرسومة من قبل ما أخرج. وإنت جاي لنا بقى عشان أدورك على الحد ده عندنا؟ إنت إيه رأيك؟ رأيي إنك جاي لي عشان تلهيني وأنزل على دماغك بعد كبسة السلاح. طول ما إنت شايفني وحش كده يا أحمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوة لقدام. عايزني أشوفك إزاي يا رحيم؟ إنت راجل حرامي، سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا أنا كنت بنفذ طلبات أصحاب البلد. أصحاب البلد دول مين؟ أصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الآخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين من إيه؟ نزلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. يا باشا حوار غسيل الأموال ده موجود في العالم كله. عندك أمريكا مثلا يوم ما احتلت العراق لقيت نفسها قدام فلوس متلتلة وذهب وبترول، فحبت بقى إنها تدخل الثروة دي جوه اقتصادها. بس ما ينفعش إنها تاخد الحاجة دي وتحطها عندها كده على طول من غير لائحة ولا دستور. لازم الكلام ده يتم بشكل رسمي. أم عملت إيه؟ قالت لك أعمل إعمار العراق وأنشر الديمقراطية فيها. فجبت مستثمرين ورجال أعمال، والناس دي جابت مستشارين، والمستشارين دول جابوا خبراء شكلوا لجان، واللجان دي جابت خبراء، ومن هنا الفلوس اتغسلت والكل اتحين. ومعلومة يا باشا، لما تلاقي شغلانة كتروا فيها المستشارين والخبراء اعرف على طول ان فيها غسيل اموال. الفرق بيني وبين امريكا ايه بقى؟ ان انا ما كنتش بشتغل رسمي، عشان كده دخلت السجن. الله، واحد يدخل السجن بس اصبر. واضح يا معالي الباشا انك انت بتكرهني. بيقولوا ان المشاعر لما بتخش جوه الشغل بتبوظه، وخصوصا شغلنا. شغلنا؟ شغلنا. ما انا وانت بنشتغل في نفس السوق، احنا مكمل بعض يا باشا. انت من غيري مش هتلاقي شغل، وانا من غيرك هشتغل احسن صراحه. موضوع ماجد ده خلصان، مفيش فيه اي مشكله. المشكلة دلوقتي في رحيم، تقريبا كده عرف كل حاجة. من الآخر أنا زهقت من الموضوع ده وعايزه يخلص خالص نهائي. ما أنا هذا أهو. أوكي، سلام سلام.